المصب اللي تكلم فيه أبو عبد المحسن، الاختيار ونوعية الاختيار وكيف تختار، لكن هذا عاد الاختيار اللي احنا بنقوله اختيار أكبر وأعمق. القصة هذه حصلت عام 2010 في تونس. بطلت القصة الأخت فاطمة. الأخت فاطمة في عام 2010 للميلاد عمرها 27 سنة، تحمل درجة الماجستير في هندسة البرمجيات، امرأة صاحبة دين من أسرة غنية، تسكن في تونس العاصمة. تقول يتقدم لي عدد كبير من أقاربنا، الله سبحانه وتعالى جمع لها الحسب والنسب والمال والجمال والعلم، يتقدمون. تقول أنا حاطت ثلاثة شروط: يكون صاحب دين، ويكون حنون، ويكون كريم. لو لاحظتوا دين وخلق، هي تبي الدين والخلق. تقول أنا ما يهمني هو غني هو فقير، أنا ما يهمني، أهم شيء عندي هالأمور الثلاثة. تقول فاطمة. فاطمة. يا سلام. تقول ومع شديد الأسف معظم اللي تقدموا لي بل كلهم ينقصهم شرط من الشروط فأرفض. وكنت في رمضان للصائم دعوة عند فطرة، تقول ألح على الله كل ما جيت أفطر إنك يا رب أنت القادر، ارزقني من واسع فضلك، أنت الكريم. تقول ألح، ولا صليت التراويح ألحيت ودعيت. تقول خلص رمضان، كانت عندي مراجعة في دائرة حكومية، وسبحان الله الوثيقة اللي بطلعها من الدائرة الحكومية وثيقة ما احتجتها بعدين سبحان الله، بس الله سبحانه وتعالى كأنه ساقني إلى هذه الدائرة الحكومية. تقول رحت للدائرة الحكومية هذه ودخلت على مكتب وإذا به موظفين. سألت الموظف القريب، قلت يا أخي، طبعا هي منتقبة، تقول سألت الموظف قلت يا أخي أنا عندي الوثيقة الفلانية وين أروح؟ قال يا أختي روحي للموظف فلان الفلاني شوفي قدام. الأخ الموظف الثاني اللي جالس هو يحدث عن نفسه بعدين إنه انشد لهذه المرأة وحس إنها له، يقول جاني خاطر وهاجس هذه لا تفوتك. ثم راحت هي للموظف، هو طلع وراها وكلم إحدى الموظفات من زميلاتهم، قال يا أختي فلانة الله يوفقك روحي لهذه المرأة المنتقبة اللي راحت عند الموظف وخذي منها رقم أبوها. كانها ما تزوجت، هو الآن في دافع يدفعه، هو ما يدري هي متزوجة هي مطلقة هي صغيرة هي كبيرة، ما يدري وش الموضوع. يقول لكن فيه رغبة جامحة عنده إنه يتقدم لها المرأة. ميول. إيه، جت الأخت هذه الموظفة وراحت عند الأخت فاطمة وهي جالسة عند الموظف، سلمت عليها وقالت يا أختي ممكن تعطيني رقم بوتس؟ قالت ليه؟ قالت فيه موظف يبيه. قالت لا، خافت هي، قالت لا آسفة، لكن عطيني رقم تنتي وأشوف. الموظفة هذه عطت فاطمة رقمها ثم راحت. تقول فاطمة لما خلصت وطلعت الوثيقة طلعت وخدت الرقم هذا اللي بالورقة ورميته تكرمون في الزبالة. تقول أنا غلطانة صراحة، لأني المفروض أستخير واستشير والدي وأهلي أنه في واحد طلب رقمك يا أبوي، فما فيها شيء يعني. تقول المهم رحت الأخ هذا الموظف يا جماعة جاء للموظفة قال لها عطت رقم أبوها؟ قالت لا والله عيت، لكن أخذت رقمي ممكن أنها تتصل علي. اليوم الثاني كلم الموظفة قال جاء الرقم؟ قالت لا والله ما جاء. راح هو للموظف اللي كانت عنده فاطمة تخلص ورقها، قال يا أخي أمس جتك واحدة منتقبة وقعدت عندك وكانت عندها وثيقة تبي تخلصها. قال لي، قال الله لا يهينك، أبي رقمها، أبي اسمها. قال إيش تبي باسمها؟ قال يا أخي بتقدم لها على بلاطة، بس على بلاطة بتقدم له. هم يعرفون هذا الرجل، يعرفون الشاب هذا أنه طبعا هو يحمل درجة الماجستير، وهو يعني يثنون عليه ويحبونه كلهم ويثقون فيه. فقال له يا أخي هي فلانة بنت فلان الفلاني، وترى على فكرة أبوها يشتغل في الدائرة الحكومية اللي جنبنا. يقول صاحبنا هذا
راح للدائرة الحكومية دي وسأل عنه لقاه، جاء وسلم عليه، السلام عليكم، شلونك يا عم، عساك طيب، الحمد لله. قال يا عم أنا فلان الفلاني، ولني أصلا من تونس العاصمة، أنا من 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 مدينة أخرى، وجاي إحدى المحافظات، وجاي أشتغل في تونس، في تونس العاصمة، وأنا أشتغل في الدائرة الحكومية الفلانية اللي جنبك، وأنا صراحة جايك من الباب، أنا جاي أخطب بنتك فلانة. طيب هل تعرف أنت أنها بنت ولا ما؟ هو ماشي بشيء داخل نفسه، ماشي على البركة. قال له يا ولدي أنت شلون، منين عرفتها؟ قال والله جت راجعت عندنا ووقع في نفسي أني أخطبها. قال طيب عطني رقمك، خذ رقمي، أنت منين؟ أنا من أسرة آل فلان في المكان الفلاني. قال خير إن شاء الله، روح ويكون بيننا اتصال. الأبو هذا حب هالشاب، دخل قلبه سبحان الله، راح يسأل عنه في 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 حارتهم وديرتهم، كل من قابل وسألهم عنه قالوا يا أخي هذا كلنا نتمناه، حنا نبيه يأشر بس ونزوجه. يا سلام. إي والله حنا نبيه بس يأشر، هذا حنا نتبارك به الولد ذا، إي من الحفظة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلق ونبل في الأخلاق. المهم رجع هذا الرجال الفاطمة، قال يا بنيتي الشاب هذا اللي في دار الحكومية رحت سألت عنه، والله سمعته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيش تقولين أنت؟ قالت يا أبوي عندك الموضوع. ناداه يا ولدي حنا استخرنا الله وترانا وافقنا. المهم شاف الرؤية الشرعية، وإذا الموضوع فوق ما يتصور هو، ما شاء الله. اللي حصل يا جماعة الخير، تزوجوا تزوجوا. بعد فترة تقول الأخت فاطمة والله الذي لا إله إلا هو أن دعوتي بحذافيرها، بحذافيرها دين صاحب دين وكريم وحنون، واضحة فيه كل هذه الصفات الثلاث، وهو هو نفسه يقول والله دعوتي بحذافيرها إني أدعي الله إن الله يرزقني دينة صينة خلوقة ومنقبة. فحصل على ما يريد. أول ما عاشروا بعض يسألها يقول لها وش تتمنين؟ قالت والله أتمنى عمره. قال سبحان الله، والله أنها اللي بنفسي، لكن صعبة العمرة في عام 2010، هم صعبة العمرة. ليه؟ لأنه محتاجة تقدم على القرعة وتنتظر لين تجيك القرعة وكذا. قال لها خلينا ننوي، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وخلينا نجيب لنا حصالة ونبدأ نجمع من الراتب حقي، لأن هي ما تشتغل، هي ما تشتغل، هي تحمل درجة الماجستير في الهندسة، في الهندسة البرمجيات، لكن ما تشتغل. جابوا لهم حصالة وقعدوا يجمعون فيها الحصالة. بعد 8 شهور اتصلت عليها واحدة من زميلاتها، السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله. فاطمة جاية لجنة من جامعة المجمعة السعودية، جايين يدورون محاضرات في الجامعة، وتخصصت مطلوب، فوش رأيت؟ قالت أستخير، لكن أنا يعني ما مارست المهنة، أنا أخذت الماجستير بس ما مارست، صحيح أني أنا الأولى على دفعتي في البكالوريوس والماجستير بس ما مارست. قالت عموماً أنت سوي لي سيرة ذاتية ونقدمها لهم ونشوف، إن وافقوا الحمد لله، ما وافقوا ما ضرت شيء. قدموا السيرة قالوا جيبوها اللجنة، جت عملوا معها اختبار، وإذا الأخت فاطمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله علميتها قوية، وافقوا عليها. تقول جينا أنا وزوجي ما هي بسيعتنا الفرحة، كسرنا الحصالة لقينا فيها ما يقارب تقريبا بالريال السعودي 380 ريال سعودي. تقول أخذتهن حطيتهن معي، ثم بعنا عفشنا كله وأغراضنا كلها وطلعنا الفيزا وطلعنا التذاكر، ثم انتقلنا إلى المملكة، وصلنا إلى مطار الملك خالد، ثم إلى المجمعة استأجرنا وقعدنا. بعد حول 4 أسابيع من دوامي قال زوجي إيش رأيك نعتمر؟ قالت تي والله نعتمر. راحوا يحجزون في الحملة، يوم جو يحجزون ويأخذون ويعطون قالوا كم السعر؟ قالوا 380 ريال. الله اللي حطوها في الحصار.
تقول والله إني أدفع المبلغ وإن دموعي ما وقفت، إن الله سبحانه وتعالى حقق لي كل شيء. تقول قعدت في المجمعة 6 سنين ثم وحبب إليها شيء، يا جماعة الخير عجيب، من يوم انها بالجامعة حبب إليها إطعام الطعام. تقول أنا دائما أطبخ ووزع، وكان عندهم إمام مسجد سوداني أهلهم هم معه، فكانوا دائما يستضيفونه في رمضان في الرمضانات ويفطرونه، وتفطر هي حريصة على التفطير. المهم خلصوا الجماعة في أيام كورونا، ارجعوا لتونس واستمرت على حالها من إطعام الطعام. رأت رؤية. وش الرؤية اللي رأتها يا إخواني؟ رأت أنها في رمضان وإن في بيتها أبو بكر الصديق في غرفة وعمر رضي الله عنه ورضاه في غرفة. دخلت على أبو بكر الصديق، تقول رأيت شكل أبو بكر الصديق، وصفت شكله، ورجعت للسير فوجته مثل ما تقول، ضعيف الجسم، غائر العينين، ناتئ الجبهة، خفيف شعر الوجه رضي الله عنه ورضاه. تقول قلت له يا أبو بكر أسوي لك سحور، أسوي لك عصيدة بالدخن يسمونها درع في تونس، أتبسم في وجهها، وقالها أشر لها نعم. تقول سويت العصيدة في المنام وأكلت أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، وأنا يعني أبكي من الفرح أني أضيافي أصحاب رسول الله. قامت من النوم يا جماعة الخير وأرسلت رؤياها إلى معبر وقال أضيافك أصحاب رسول الله، أبو بكر من البركة، وعمر لعلها طولة عمر، ولعل العمل اللي أنت قدمتيه من أطعام الطعام وافق قبول من الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا أخذت الرؤية لأني أنا أوردت هذه القصة عندي، أخذت الرؤية وعطيتها أحد أصحابي المعبرين اللي أثق في تعبيرهم. والله يا أخواني يكاد يكون التعبير متطابق تماما. هذه المرأة مباركة، هذه المرأة تستمر على ما هي عليه، سيحل عليها بركة في زوجها في عيالها وفي نفسها. الآن هي يعني موجودة في تونس، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، حياتهم من أجمل الحياة، ولا زالت على تواصل مع الأسر اللي عاشت معهم في المجمعة وكانت معهم يعني جيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهالقصة. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. نحن هنا من مجلس الأجاويد نوجه تحية وسلام لأختنا فاطمة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لها في آمين. نفسها وزوجها وأبنائها آمين. ومالها آمين. بل نسأل الله عز وجل أن يبارك في شعب تونس، هذا الشعب الجميل الرائع، الشعب الذي ما أقولها مجاملة، حينما يتحدث تجد اللطافة في حديثهم، تجد اختيار اللفظة الجميلة في حديثهم، تجد الابتسامة لا تفارق حديثهم. فأسأل الله أن يسعدهم وأن يبارك فيهم آمين. وجميع شعوب المسلمين يا ربي يا الله. الله يبيض وجهك يا